بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. متى يستريح المؤمن؟ إذا خلف جسر جهنم وراء ظهره وراء ظهره وراء ظهره. الجنة نور يتلألأ ونهر مضطرد ونعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، لهم فيها أعظم النعيم وأجل العطايا من رب كريم. تجري من تحتهم الأنهار وترفرف حولهم الأطيار ويناديهم ربهم جل وعلا كما قال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. فيقولون: ألم يثقل موازيننا؟ بلى. ألم يبيض وجوهنا؟ بلى. ألم يجرنا من النار؟ بلى. ألم يدخلنا الجنة؟ بلى. فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم، هو أعظم ولا أجل من رؤية وجه الله تبارك وتعالى. أول من يدخل الجنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيدا كهولها أبو بكر وعمر، وسيدا شبابها الحسن والحسين، ونساؤها المنعمات خديجة بنت خويلد وآسيا بنت مزاحم وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران. للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم: ذوات أفنان لفضيلة الشيخ صالح المغامسي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا، سبق الأشياء علمه ونفذت فيها مشيئته وغلبت عليها حكمته، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله كما لا يعترض عليه ذو عقل بعقله. وأشهد أن معالم الحق ومسالك الهدى وطرائق المجد جعلها الله وفق هدي نبينا الأمين الصادق الوعد المولود في مكة والمسترضع في بني سعد صلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين، ما اتصلت أذن بخبر وعين بنظر وما أضل الناس برق ورعد. أما بعد عباد الله، فإن قول ربنا جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، إنما هو بيان لما أعده الله جل وعلا لأوليائه الصالحين ممن خاف مقامه وسلك طريقه من جنات النعيم. الجنة أيها المؤمنون نعيم لا ينفد، الجنة أيها المؤمنون نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. جعلها الله جل وعلا دارا لأهل طاعته ومسكنا لأهل رحمته. نسأل الله في هذه الليلة المباركة الكريمة أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أيها المؤمنون، لقد مضت سنة الله جل وعلا في خلقه وكلمته في عباده أن أهل الجنة لن يدخلوها زمنيا إلا بعد حادثتين: موت النفوس وفراقها للأجساد، والأمر الثاني انتهاء الدنيا وقيام الساعة وثم البعث والنشور. بعد هذين زمنا يكون دخول أولياء الله المتقين وعباد الله الصالحين لجنات النعيم. فأما الأول فإن الله جل وعلا قال في كتابه وقوله الحق: كل نفس ذائقة الموت. وقال سبحانه: وما جعلنا لأحد بشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كتب الله جل وعلا على هذه الأرواح أن تسكن الأجساد يوم يأتي الملك، والنطفة مستقرة في رحم الأم فينفخ فيها ثم تمكث ما شاء الله لها حتى يصبح العبد خلقا آخر
كما أخبر الله رب العالمين. ثم إذا كتب الله ساعة الفراق حضرت الملائكة كما حضرت في الأول لتنفخ في الرحم، تحضر لتأخذ الأمانة التي أودعتها في ذلك الجسد، فتكون ساعة الوفاة. وما أرق الصالحين نقول وما أرق الصالحين وأقض مضاجع المتقين إلا ساعة الإقبال على الله جل وعلا، فإن العبرة بالخواتيم، ويثبِّت الله من شاء على صراطه، ويبقي الله تبارك وتعالى من صدقت نيتهم على طريقه. قال أهل العلم رحمهم الله: من صدق فراره إلى الله صدق قراره مع الله، فمن صدقت توبته وإنابته وأوبته إلى ربه صدق قراره وسيره وهديه على صراط الله حتى يلقى الله تبارك وتعالى. هذا الهم أقض مضاجع المتقين من قبل، وأرق الصالحين من عباد الله، ولذلك سعوا أعظم ما سعوا في أن يختم الله جل وعلا لهم بخير. ولما كان النوم أخو الموت كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، مضت السنة الفعلية والقولية أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اضطجع وأراد أن ينام وضع يده تحت خده قائلاً: بسمك اللهم أحيا وأموت، رجاء أنه إذا قبض يقبض على اسم الله تبارك وتعالى. وفي الخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة ابنته وقد أرقها وأتعبها كدها في بيتها ولم يكن لها خادم، جاءت إلى بيته تبحث عنه تسأله خادماً لما علمت أن سبياً أتاه فلم تجده، فأخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم أخبرت أم سلمة. فلما قدم صلى الله عليه وسلم وأخبرتاه زوجتاه بالأمر، قدم عليه الصلاة والسلام على علي وفاطمة كما عند البخاري وغيره، وهما على فراشهما، فلما هم بأن يقوم إليه أشار إليهما أن ابقيا على مكانكما حفظا لعوراتهما، ثم دنا منهما صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بالشرع، فلما قص عليهما طلباه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكما على خير من ذلك؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فذلك تمام 100. دلهما صلى الله عليه وسلم وقد طلبا شيئا من متاع الدنيا، دلهما عليه الصلاة والسلام على ما ينفعهما في آخرتهما، حتى إذا قبض العبد وقد ذكر هذه الأذكار قبض على عمل صالح. ومن أجل ذلك خلصت نيات المؤمنين وصدقت مع ربهم رجاء أن يقبضهم الله على خاتمة حسنة. ومما يعين عليها الإكثار من الأعمال الصالحات، فقلما أكثر عبد من عمل صالح إلا وتوفاه الله جل وعلا على ذلك العمل. وقبل سنوات غير بعيدة كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من العامة يمني الجنسية لا يقرأ، فإذا دخل المسجد النبوي ورأى رجلا خاليا من شغل أعطاه قرآنا في يده وقال له: اقرأ علي من كلام الله. فيمضي الرجل يقرأ وهذا العبد الصالح الأمي يستمع. قضى أكثر عمره على هذا النحو، فلما أراد الله جل وعلا أن يقبض روحه، وربما كان ذلك العبد صادقاً مع مولاه والحكم على الظواهر، دخل الحرم ذات يوم فقدم المصحف لرجل جالس في الحرم، فلما أخذ ذلك القارئ يقرأ وهذا العبد الصالح يستمع إليه مر على آية سجدة، فسجد الاثنان، رفع الأول منهما، وأما ذلك العبد الصالح فقبض الله روحه وهو ساجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه لا يهلك على الله إلا هالك، والصدق مع الله عز وجل أعظم ما يرث به العبد الخاتمة الحسنة وحسن الوفادة والإقبال على رب العالمين جل جلاله. من ينشد الخاتمة الحسنة ينبغي أن يكون سليم الصدر للمؤمنين، ليس في قلبه بغض ولا حقد ولا حسد ولا شحناء لأحد من المؤمنين، فإن كثرة الغل والحسد والبغضاء والشحناء لعباد الله
أعظم ما يورث به سوء الخاتمة والعياذ بالله. أورد ابن خلكان رحمه الله في وفيات الأعيان في ترجمة يوسف بن أيوب الهمداني أنه كان عبدا صالحا محبوبا من الناس، فبينما هو ذات يوم في درسه إذ قام رجل من الصالحين ظاهرا يقال له ابن السقاء، وكان يحفظ القرآن وعنده شيء من الفقه، فقام ذلك الرجل يسأله مسائل يريد بها أن يسيء الأمر في حلقته ويشغب عليه وجموع الناس حوله. لما أكثر عليه قال يوسف بن أيوب لابن السقاء: اجلس، فوالله إني لأشم من كلامك رائحة الكفر، وأظنك ستموت على غير ملة الإسلام. فمضت أيام، قدم فيها وفد من ملك الروم إلى الخليفة، فلما خرج عائدا إلى القسطنطينية تبعه ابن السقاء وذهب معه، واستقر به الأمر في تلك المدينة، فما لبث فيها أياما حتى تنصر والعياذ بالله، وأعجبه ما عليه النصارى من دين، وخرج من ملة الإسلام، فبقي فيها وكان يحفظ القرآن. ثم قدر لرجل من أهل بغداد أن يذهب إلى تلك البلدة لتجارة له، فوجده مريضا على دكة وبيده مروحة يذب بها الذباب عن نفسه، فقال له: يا ابن السقاء، إني كنت أعهد أنك تحفظ القرآن، فهل بقي من القرآن في صدرك شيء؟ قال: لا، ولا آية، إلا آية واحدة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. عمر رضي الله تعالى عنه قتل في محرابه، في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخنجر ذي نصلين على يد أبي لؤلؤة. فلما حمل رضي الله عنه وأرضاه وهو في علمه وجلالة قدره وصحبته وفضله، ووضع على الأرض وشعر بدنو الأجل، دخل الناس من الصحابة يثنون عليه، وكان في من دخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فلما رآه أخذ ابن عباس يثني على عمر ويذكره بنصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه، وكان يعجبه كلام ابن عباس: أعد علي ما قلت. فلما أعادها قال: وإنني مع الذي تقول، لو كان لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع. كل ذلك داخل في سياق ما ذكرناه من أنه ما أهم الصالحين شيء أكثر من حسن الإقبال على الله جل وعلا. هذا على حسب حال كل إنسان بخاصة نفسه. أما على الجانب الآخر فإنه لن يدخل أهل الجنة الجنة إلا إذا قامت الساعة وحشر الأشهاد وقام العباد لرب العالمين تبارك وتعالى، وهذا لن يكون إلا إذا أراد الله جل وعلا، وسيكون كما أخبر الله، إلا أن الله جل وعلا جعل له أشراطا وبين له علامات سنتقصاها حتى نصل إلى دخول المؤمنين إلى جنة رب العالمين جل جلاله. جعلني الله وإياكم ممن يزاحم على أبوابها. أعظم أشراط الساعة خروج المهدي المنتظر، عبد من ذرية نبينا صلى الله عليه وسلم يواطئ اسمه اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله من ذرية الحسن بن علي، على ما عليه أكثر المحققين من العلماء، أجلى الأجبهة، أقنى الأنف، يملك الأرض 7 سنين يملأها عدلا كما ملئت جورا وظلما، أخبر بذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا خرج هذا العبد الصالح حارب أهل الكفر والطغيان سنين حتى يكون في أيامه خروج المسيح الدجال، شاب عبد لله مهما بلغ وأوتي من العطاء يخرج في آخر الزمان، وظاهر السنة أنه ما زال حيا يرزق، كما جاء في حديث الجساسة من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه عند مسلم وغيره من أصحاب السنن. فيخرج هذا الرجل فتنة للناس، قال عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة هي أعظم من الدجال. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من يسمع به أن يخرج إليه، وكذلك المؤمن العاقل إذا سمع بالفتن يفر منها قدر الإمكان، فإذا ابتلي بها واجه بمنهاج بينة وطريق من مشكات الوحيين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، فإنه خارج فيكم لا محالة، وما من نبي قبلي نوح فمن بعده إلا وأنذر قومه إياه. وهذا الرجل له أمارات خلقية وأمارات خلقية، من أعظم أماراته الخلقية أن عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، ممسوح العين
والجبين الذي عليها، بين عينيه ثلاثة أحرف كفارا، يقرأها كل مؤمن بنور الله يجيد القراءة أو لا يجيدها، ويغيب عن قراءتها كل كافر ومنافق أحسن القراءة أو لم يحسن. وتلك الفتن إنما يهدي الله جل وعلا فيها ويبين بنور الإيمان والتوحيد الذي في القلوب. يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا هذه، يعيث يمينا وشمالا، يأمر الأرض الخربة أن تخرج كنوزها فتخرجها، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. قبل خروجه يكون جدب في الديار وقلة في الأمطار، ومع ذلك يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، فتنة من الله جل وعلا لعباده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن خروج الدجال من أعظم الفتن. وأرشد عليه الصلاة والسلام المؤمنين إذا خرج بين ظهرانيهم أن يقرأوا عليه أوائل وفواتح سورة الكهف. قال بعض العلماء: إن المناسب في قراءة فواتح سورة الكهف على هذا الطاغية أن المؤمنين الفتية من أهل الكهف لما خرجوا مقاهم الله جل وعلا برحمته وفضله في الكهف، يوم أن ضرب الله على آذانهم وقاهم الله جل وعلا شر الطاغية الذي كان في زمانهم. فمن قرأ من المؤمنين فواتح سورة الكهف أيام خروج الدجال يقيه الله جل وعلا، إن صدق النية مع الله يقيه الله تبارك وتعالى فتنة الدجال. يعيث في الأرض يمينا وشمالا، تحرم عليه مكة والمدينة فلا يستطيع دخولها. سأل يوم سأل كما في حديث تميم بن أوس الداري، سأل عن نخل بيسان أيثمر أو لا يثمر، فأجابوه يثمر، قال يوشك أن لا يثمر. سأل عن بحيرة طبرية أفيها ماء أو ليس فيها ماء، فأخبروه أن ثمة ماء فيها، فأخبرهم أنه سيأتي يوم لا ماء فيها. وهاتان أمارتان على وقت خروجه، وقد قلنا إنه يخرج أيام المهدي فيقاتله المهدي ويلقى المسلمون والصالحون من عباد الله آنذاك كربا عظيما الله جل وعلا أعلم به. ثم بعد ذلك وفي حرب المهدي مع الدجال ينزل عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، فهي أشراط متتابعة يتبع بعضها بعضا كالسبحة إذا انفرطت. ينزل عيسى بن مريم واضعا يديه على أجنحتي ملك، وقد قال الله عز وجل في كتابه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وذكره الله في الزخرف قائلا: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ثم قال سبحانه: وإنه لعلم للساعة، أي علامة وأمارة من أمارات الساعة. وقال جل وعلا عن أهل الكتاب: وإن منهم لمن يؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ينزل صلوات الله وسلامه عليه كأن في وجهه بلل وإن لم يترشح بالماء، فينزل فما أن يراه عدو الله الدجال حتى يذوب كما يذوب الملح في الماء، لكن عيسى يريد أن يطمئن المؤمنين أن هذا عبد خاسع لا يملك من صفات الألوهية شيء، فيقتل عيسى الدجال بحربة كانت في يده ليري المسلمين دمه ويطمئن على أن عدو الله قد هلك. فيمكث عيسى والمؤمنون الذين معه ما شاء الله جل وعلا لهم أن يمكثوا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير. ثم في تلك الأيام يوحي الله جل وعلا إلى عيسى: أنني أخرجت عبادا ليس لأحد بهم قوة، يريد الله قبائل يأجوج وماجوج، من نسل يافث بن نوح على نوح الصلاة والسلام، وهم في ردم بناه عليهم ذو القرنين، كما قال الله جل وعلا عنه: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قبائل لا يحصي عددهم إلا الله جل وعلا، يخرجون في آخر الزمان وهم ما يزالون اليوم ساعين في أن يفتحوا ذلك الردم. دخل عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم وغيره على زينب بنت جحش قائلا: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وحلق صلى الله عليه وسلم بأصبعيه بين الإبهام والسبابة.
فهذا يدل على أنهم ساعون في حفره، لكن الله جل وعلا كلما حفروا شيئا منه رد الله جل وعلا ما حفروه على ما كان، ليقضي الله أمرا كان مفعولا حتى يأتي اليوم الذي يأذن الله جل وعلا لخروجهم فيخرجون. قال سبحانه: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، فيخرجون يعيثون في الأرض فسادا، فيفر عيسى والمؤمنون الذين معه إلى جبل الطور من أرض سيناء، ويمكث هؤلاء يفسدون في الأرض فيشربون بحيرة طبرية يشربها أولهم ولا يبقى لآخرهم شيء، ويعيثون في الأرض فسادا، ثم إنهم لما لم يبق لأحد من أهل الأرض بهم يدان يرمون النشاب إلى السماء، فيرد الله رأس الرمح أحمر فتنة لهم، فإذا رأوه أحمر قالوا قهرنا أهل الأرض وغلبنا أهل السماء. ثم إن عيسى عليه الصلاة والسلام يدعو الله جل وعلا عليهم فيستجيب الله له، فيبعث الله جل وعلا على رقابهم دودا يكون هلاكهم على يديه، فيموتون فرسا كأنهم نفس واحدة، فسبحان ربك الذي يحيي ويميت ويبدي ويعيد، ولا يبقى إلا ملكه، ولا ذلة إلا بين يديه، ولا عزة إلا بطاعته، يموتون فرسا كموت رجل واحد. فلما ينزل عيسى والمؤمنون الذين معه يدعو الله جل وعلا عليهم كرة أخرى، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت تحملهم وتلقيهم في البحار، ثم ينزل الله جل وعلا مطرا لا لأهل زرع ولا لأهل ضرع، وإنما ليغسل الأرض من نتنهم وزهمهم فتصبح الأرض بيضاء نقية. فإذا نزل عيسى والمؤمنون الذين معه لا يعبد في تلك الفترة إلا الله جل وعلا، ولا يبقى على ظهر الأرض كافر، لأن عيسى لا يقبل إلا الإيمان أو يخيرهم بين القتل والإيمان، فتوضع الجزية ويكسر الصليب ويعيش الناس كأنعم ما يعيشون على وجه الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للعيش بعد المسيح، طوبى للعيش بعد المسيح، كل ذات حمى أي كل ذات بغضاء وشحناء وحقد وشر ينزعها الله جل وعلا من قلبها، حتى أخبر صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن الطفل الوليد الرضيع يضع أصبعه في فم الحية فلا تضره ولا تعضه، ويتعرض الوليد الصغير للأسد فلا يضره أبدا، ويكون الذئب بين الغنم كأنه كلبها، ويأمر الله جل وعلا الأرض أن تخرج بركتها وأن تنبت ثمرتها، فلو أن عبدا من عباد الله غرس حبة على الصفا على صخرة ملساء لأنبت الله جل وعلا غرسه، وكل ذلك بأمره تبارك وتعالى، فيكون الناس على هذا ما شاء الله لهم أن يكونوا. ثم يقبض نبي الله تبارك وتعالى عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم يقبض المؤمنون، أرواح المؤمنين تدري شيئا فشيئا، ويقل الخير في الناس، ويقبض الأخيار، ويبدأ الإسلام يوشى كما يوشى الثوب، يعني يذهب شيئا فشيئا، ويسرى على القرآن في ليلة واحدة، فلا يمكث على ظهر الأرض ولو آية، ويأتي ذو السويقتين من أرض الحبشة إلى الكعبة فيهدمها ويقلعها حجرا حجرا، ويستخرج كنوزها ويسلبها حليها ولا يبقي منها شيء، ولا تؤم الكعبة بعده، ولا تحج، ولا يؤدى فيها عمرة ولا حج، تهدم الدنيا تدريجيا على هذا حتى تخرج الدابة كما قال الله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، تخطم الناس وتسمهم على خراطيمهم، فينشأ الناس بعد ذهابها، فيشب الصغير ويصبح كبيرا، فإذا باع ثوبا أو اشتراه فسئل من اشتراه منه: ممن اشتريته؟ قال: اشتريته من ذلك الرجل المخطوم، أي الذي خطمته الدابة ووسمته. يبكنث الناس على هذا حتى تأتي الشمس تستأذن ربها عز وجل كما تستأذنه كل يوم أن تخرج وتطلو على الناس من المشرق، فلا يأذن العلي الكبير لها، فتطلو على الناس من المغرب، فإذا رآها الناس آمنوا وقت لا ينفع الندم. قال الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك، قال سبحانه: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يومها يغلق الله جل وعلا باب التوبة، فلا يتوب الله جل وعلا بعد طلوع الشمس من مغربها على أحد،
فيمكث على الأرض شرار خلق الله بعد أن يقبض الله أرواح المؤمنين على هؤلاء يعاذنا الله وإياكم بعد أمور وأمور. يأمر الله جل وعلا ملكا يقال له إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ، فإذا نفخ إسرافيل صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم يمكثون 40 يوما أو شهرا أو سنة، ثم بعد ذلك يأمر الله إسرافيل أن ينفخ كرة أخرى فينفخ، فإذا نفخ ما من روح أودعت في مكان ما إن كانت في عليين أو كانت في سجين إلا وخرجت من مكانها وعادت إلى الجسد الذي خرجت منه، فيخرج الناس كما يستيقظ النائم اليوم من نومه. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فيخرجون حفاة عراة غرلا بهما إلى أرض بيضاء نقية. جاء حبر من أحبار يهود فقال: يا أبا القاسم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل في من أطرافها. قال: فما شرابهم عليها بعد إذ؟ قال: عينا فيها تسمى سبيلا. يوم العرض أيها المؤمنون تتقطع فيه الصدقات والقرابات وسائر العلاقات من نسب أو رحم. قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وقال سبحانه: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم العرض أيها المؤمنون تهتك فيه الأسطار وتظهر فيه الأسرار. قال الله جل وعلا: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فيكون خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من يكسى من الخلائق، لأن الخلائق يحشرون عراه، ثم بعد ذلك الصالحون الأمثل فالأمثل، حتى يكون الناس على استعداد للعرض والحساب. تدنو الشمس يلجمهم العرق وتكون أمور عظام منها الحوض والصراط والميزان. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم ينصب الصراط على ظهراني جهنم فيمر عليه الناس كل على قدر عمله، منهم من يمشي مشيا ومنهم كأجاود الخيل ومنهم من يمر كالبرق ومنهم كالريح ومنهم من يحبو حبوة ومنهم والعياذ بالله من تختطفه كلابيب جهنم. قال الله جل وعلا: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وتأمل قول الله: إن الله لم يقل ونرمي الظالمين فيها جثيا، بل قال سبحانه: ونذر الظالمين. مجرد أن يخذلهم الله ويتركهم يكفي أن يكون سببا أن يلقوا في جهنم، نعوذ بالله من الحرمان والخذلان. بعد ذلك أيها المؤمنون يأتي بيت القصيد من المحاضرة. يأتي المؤمنون الأتقياء الذين جاوزوا جسر جهنم، كما قيل للإمام أحمد: متى يستريح المؤمن؟ قال: إذا خلف جسر جهنم وراء ظهره فتقرب إليهم الجنة، فإذا رأوها ذهبوا إلى أبيهم آدم قالوا: يا أبانا استفتح لنا الجنة. فيقول عليه الصلاة والسلام: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ فيدفعها عن نفسه. فيأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيطرق باب الجنة فيقول له الخازن: من أنت؟ يقول: أنا محمد. فيقول الخازن: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيكون صلى الله عليه وسلم أول من يدخلها من سائر الناس، وأول من يدخلها من هذه الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. الجنة أيها المؤمنون نور يتلألأ ونهر مضطرد ونعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. كان عباد الله الصالحين في الدنيا يسألونها الله ليلا ونهارا. قال الله عز وجل: لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. وذكر الله خليله وصفيه وحبيبه إبراهيم بقوله: واجعلني من ورثة جنة النعيم. ووقف صلى الله عليه وسلم على أعرابي يدعو هو ومعاذ رضي الله تعالى عنه، فقال الأعرابي: أما وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستجير به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي حتى نحن نسأل الله الجنة ونستجير به من النار.
فإذا دنت الجنة منها فتحت أبوابها، وأبواب الجنة ثمانية، ما بين مصراعي كل باب مسيرة 500 عام، ولا يأتين عليها يوم مع اتساعها هذا وهي كضيضة من الزحام، جعلنا الله وإياكم ممن يدخلها آمنا. وأهل الجنة أيها المؤمنون طوائف، فمنهم من دخل الجنة قبل يوم القيامة كآدم وحواء والشهداء من المؤمنين ومؤمن آل ياسين، قال الله جل وعلا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال سبحانه عن مؤمن آل ياسين: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أما أول من يدخلها بعد يوم القيامة فكما بينا نبينا صلى الله عليه وسلم، سيد كهولها أبو بكر وعمر، قال عليه الصلاة والسلام في حديث حسن إسناده بعض العلماء: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، وسيدا شبابها الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما، قال عليه الصلاة والسلام: إن ملكا استأذن ربه أن يأتيني ويبشرني بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. من نسائها المنعمات خديجة بنت خويلد وآسيا بنت مزاحم وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران، فهؤلاء الأربعة سيدات نساء أهل الجنة على الإطلاق كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وممن كتب الله لهم بها، كتب الله لهم دخولها ممن أخبرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهم، العشرة المبشرون من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال العلماء: إنه لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، فجميع من كان تحت بيعة الرضوان في غزوة الحديبية يدخل الجنة برحمة الله جل وعلا وفضله، كما صح الخبر عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. قلنا أيها المؤمنون: إن الجنة نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، لهم فيها أطيب المساكن، يدخلونها على طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، جردا مردا مكحلين أبناء 33، جردا أي لا شعر على أجسادهم، ومردا أي لا شعر على وجوههم، أبناء 33، قيل إنها السن التي رفع فيها عيسى عليه الصلاة والسلام. وطول أبيهم آدم يوم خلقه الله كان 60 ذراعا صلوات الله وسلامه عليه. من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، لهم فيها أعظم النعيم وأجل العطايا من رب كريم، تجري من تحتهم الأنهار وترفرف حولهم الأطيار، ويناديهم ربهم جل وعلا كما قال سبحانه: سلام قولا من رب رحيم. ينحر لهم أول ما يدخلون ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، ولهم فيها شراب ونعيم وأنهار من عسل مصفى وأنهار من لبن وأنهار من ماء غير آسن وغير ذلك من لذات النعيم، كما قال الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أما أعظم ما يعطيهم الله جل وعلا إياه فلذة النظر إلى وجهه الكريم مع رضاه سبحانه وتعالى الذي لا سخط بعده، وليس بعد هذين العطاءين عطاء أبدا. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يجرن من النار؟ ألم يدخلن الجنة؟ فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم، هو أعظم ولا أجل من رؤية وجه الله تبارك وتعالى. يبقى أيها المؤمنون السؤال الأعظم: ما السبب في دخول الجنة؟ جملة: الإيمان والعمل الصالح. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وأهل الجنة كما قلنا درجات، فأول من يدخلها من عامة الناس فقراء المهاجرين، لأن الفقر من أعظم أنواع الابتلاء. قال صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: يأتي فقراء المهاجرين يستفتحون باب الجنة، فيقول لهم خزنتها: أو قد حوسبتم؟ فيقول هؤلاء الفقراء: وعلى أي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا نجاهد في سبيل الله. فيدخلون الجنة، قال عليه الصلاة والسلام، فيقيلون فيها 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. ممن يدخل الجنة مؤمنون كتب الله لهم الجنة بلا حساب ولا عذاب، جعلنا الله وإياكم منها.
ومنهم من يرزقون شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنهم ممن يرزقون شفاعة أهليهم من العلماء والشهداء والصديقين أو من الملائكة المقربين، ومنهم ممن يمن الله جل وعلا عليه برحمته أن يدخله الجنة بشفاعة الله تبارك وتعالى ذاته، ومنهم أيها الناس من يحرم من دخول الجنة ابتداء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهؤلاء وإن كانوا موحدين إلا أن ما في قلوبهم من الكبر يمنعهم من دخول الجنة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت أن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما التقيا عند المروة في مكة، فتحدث قليلا ثم مضى عبد الله بن عمرو، فلما مضى بكى عبد الله بن عمر، فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إن هذا، وأشار إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، إن هذا أخبرني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كبه الله على وجهه في النار. فالكبر الذي في الصدور والعياذ بالله أعظم ما يحول ما بين العبد وبين دخول جنات النعيم. والمؤمن إذا عرف أن الله جل وعلا ذم الكبر وأهله، وأنه تبارك وتعالى أمر سيد الخلق وصفوة الرسل قائلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، تواضع كما أمره الله جل وعلا أن يتواضع. لأن الكبر والعياذ بالله يسوق العبد إلى كثير من المعاصي والإفساد في الأرض. ممن يحرم من دخول الجنة وإن كان من الموحدين الظلمة من العباد. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. قال بعض العلماء: وإنهم في زماننا هذا، هذا أحد العلماء القدامى. قال صديق حسن خان رحمه الله: بل هم في كل الأمصار والأعصار، وغالبا ما يكونون من ذوي الجاه والقدرة والأعيان الذين يكون لديهم أعوان وقدرة على الظلم، ومعهم ما معهم يضربون به الخلق. إن الظلم أيها المؤمنون حرمه الله على نفسه وجعله بين عباده محرما، ولأن تلقى الله بكل ذنب دون الشرك أهون من أن تلقاه بظلمك لعباد الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. جاء رجل إلى مالك رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، إنني أعمل عند أناس ظالمين يظلمون الناس ويجلدونهم بغير وجه حق، وأنا أعمل عندهم خياطا أحيك لهم الثياب، أفأنا من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا؟ فقال مالك رحمه الله: بل أنت منهم. فقال: يا مالك، ومن إذن الذين ركنوا إلى الذين ظلموا؟ قال: يا أخ العرب، الذين ركنوا إلى الذين ظلموا من باعك الخيط الذي تخيط به لهؤلاء. فالمؤمن يتحرر من كل ما فيه ظلم للعباد. وقد يظن إنسان أن الظلم إنما يكون محصورا في فئة من الناس، كل من كان تحت يده وجعل الله جل وعلا لك سلطة عليه فظلمته وبخسته حقه من زوجة أو ولد أو طالب في المدرسة أو موظف تحت إدارتك أو أجير أو عامل أو خادمة أو سائر ذلك، ظلمته ونهرته وضربته بغير وجه حق، دخلت في من قال فيهم صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. أما الصنف الآخر فقد قال صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات عليهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. قال العلماء: للجنة ريح عبقة زكية يتلقاها المؤمنون. فإذا كان هؤلاء النساء على هذا الوضع مما هو مشاهد في زماننا هذا، مشاهد في القنوات والفضائيات، في الأفلام والأغاني، مشاهد في كثير من الأسواق، مشاهد في كثير من صلاة الأفراح، مشاهد في كثير من الطرقات، نساء والعياذ بالله تحررنا من عبودية الخالق إلى عبودية المخلوقين، وأصبحنا أردنا أم أبين أداة لأعداء الدين يلعبن بهن كيفما شاءوا. والمؤمنة التي تعلم أنها ستلقى الله جل وعلا، تعلم أن الله جل وعلا فرض لها أو فرض عليها حجابا شرعيا، وخير للمرأة ألا ترى الرجال ولا تراها الرجال. ولقد بذل كثير من علماء المسلمين المعاصرين والسابقين
بذلوا كثيرا من علمهم ووقتهم في تبيين الحجج للناس ودمغ حجج الظالمين ممن يزينون للنساء ترك الحجاب ويدعون عياذا بالله إلى التبرج والسفور مما حرمه الله جل وعلا ونهى عنه. فالمؤمنة التقية التي تبصر ملاقاة الله وتعلم يقينا أنها داخلة في عموم قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، تخشى الله جل وعلا فيما تلبسه وتتقي الله تبارك وتعالى فيما ترتديه، ولا تكون فتنة لشباب المسلمين أينما كانوا وحيثما نزلوا. هذه الطائفة محرومة من دخول الجنة، ومنهم كما قال صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا عبد بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة، أي ممن يموت انتحارا، فمن مات انتحارا حرم الله جل وعلا عليه الجنة ابتداء. ولا يعني هذا أنه لن يدخلها أبدا، فقد يغفر الله جل وعلا له، لأن الانتحار رغم أنه أمر من كبائر الذنوب وعظائم المعاصي ونهى الله جل وعلا عنه، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لكنه ذنب لا يخرج من الملة ولا يخرج العبد من حظيرة الإسلام. فمن ابتلي أحد قرابته بشيء من هذا فيصبر، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ويصلى عليه، إلا أنه لا يصلي عليه الإمام الأكبر أو نائبه، ويدفن في مقابر المسلمين كما بيّن أهل العلم رحمهم الله. هذه الأمور التي تحول بين العبد وبين دخول الجنة. أما التي تجعل العبد أهلاً لأن يدخل الجنة، فينبغي أن نعلم ابتداءً أن الجنة ليست ثمناً للعمل الذي صنعته، وإنما هي فضل من الله وجزاء منه. وفرق بين أن يكون الشيء عوضاً وثمناً، وبين أن يكون الشيء سبباً في رحمة الله جل وعلا. وأعظم ما يكون سبباً في دخول الجنة الخوف من مقام الله تبارك وتعالى وتقواه. قال الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال سبحانه أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وذكر الله الجنة ثم قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. والخوف من مقام الله كل يدعيه وكل ينتسب إليه، لكن الأعمال غالبا ما تكون شواهد على ما في القلوب. من أعظم ما يدل على الخوف من مقام الله الائتمار بأمره والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، والبعد عن محارمه، والكف عن معاصيه، وقيام فلق الأسحار. فإن قيام الليل من أعظم الشواهد على أن العبد يخاف مقام ربه تبارك وتعالى، إذ قلما يترك إنسان فراشاً وذيرة وزوجة محببة إليه أو رفقة من الإمكان أن يأوي إليهم، فيترك ذلك كله وينزوي في بيته في وضع مظلم أو نور خافت، يقف بين يدي ربه يتلو كتاب الله وآياته، يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيره من النار ويدخله الجنة، إلا وهو عبد قد خاف مقام الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. مما يكون سببا في دخول الجنة كفالة الأيتام. الله تبارك وتعالى يبتلي بالموت فيبقي هذا ما شاء الله له أن يبقيه، ويقبض روح هذا ويترك وراءه ذرية. فنقول لمن يخشى أن يموت عن ذريته إنه لا ذخر لأبنائك من بعدك أعظم من عمل صالح تتقرب به إلى الله. فإن الله أخرج موسى والخضر يطويان البحار والقفار حتى وصل إلى جدار اليتيمين، فلما بنياه قال الله جل وعلا على لسان الخضر وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. قد يكون العبد الصالح في قبره لا يستطيع أن يخرج فينفع أبناءه، ومع ذلك لأن صلاحه الذي سبق وذكره الذي فات يجعله الله جل وعلا ذخرا لبنيه من بعده، فيسخر الله جل وعلا لأولئك اليتامى خلقه، ويسوق الله جل وعلا إليهم عباده، ويحنن الله تبارك وتعالى عليهم أولياءه، فيخدمون أكثر مما يخدم لو كان أبوهم حيا. كفالة اليتيم من أعظم الذخر الذي يدخره العبد عند لقاء الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وجمع عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه السبابة والوسطى. وقال صلوات الله وسلامه عليه كما في المسند بسند صحيح
خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. مما يكون سببا في دخول الجنة طاعة الوالدين، إلزمهما فثم الجنة، وطاعة الوالدة على وجه الخصوص. قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فبر الوالدين والصبر على ما يناله الإنسان منهما من أذى، خاصة إذا كبر، وأن يوقف الإنسان وقته عليهما، يخدمهما في المنشط والمكره، ويقوم بشؤونهما ويرعاهما ويغض طرفا عما يسيئاه إليه. كل ذلك من أعظم أسباب دخول الجنة والقرب من رب العالمين. وقد بينا مرارا في محاضرات سلفت ومضت أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يريه عبدا كتب الله له أن يكون رفيقا لموسى في الجنة، فأوحى الله جل وعلا إليه: إن عبدي فلان كتبت له أن يكون لك رفيقا في الجنة. فتبع موسى ذلك العبد ليرى ما الذي يصنعه، فوجد ذلك الرجل من بني إسرائيل يعمد إلى كهف فيه أم له، عجوز قد بلغت من الكبر عتيا، وهو يطعمها ويسقيها ويقوم على خدمتها. فلما خرج منها سأله موسى: من هذه؟ قال: هذه أمي. قال: وما تصنع لها؟ قال: أطعمها وأسقيها وأقوم على خدمتها. قال: فهل تجزيك أمك على ما تصنعه لها شيئا؟ قال: لا، إلا أنني كثيرا ما أسمعها تقول: اللهم اجعل ابني هذا رفيق موسى بن عمران في الجنة. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: أنا موسى بن عمران، وقد أوحى الله جل وعلا إلي أن الله استجاب دعوة أمك فأنت رفيقي في الجنة. فبدعاء الوالدين وبرهما وغض الطرف عما يكون منهما ينال الإنسان جنات النعيم. مما ينال به الإنسان جنات النعيم الإكثار من ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي الخبر الصحيح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد جاء في حديث صحيح عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله جل وعلا: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. كما أن من أعظم كنوز الجنة كما في حديث أبي موسى الأشعري أن يكثر العبد من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فبذكر الله تبارك وتعالى والانصراف عن معاصيه ينبت للمؤمن غراس في الجنة. أما بيوت الجنة وقصورها فإنما تبنى بعظيم الأعمال، ومن أعظمها أن يبني الإنسان لله جل وعلا بيتا. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله بيتا في الدنيا ولو كمفحص قطاه، أي ولو صغير، بنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة. ومن كان له ولد أثير صالح ثم قبضت روحه قبل أبيه، فصبر ذلك الوالد واحتسب ذلك الولد عند الله جل وعلا، بنى الله جل وعلا للوالد بيتا في الجنة يسمى بيت الحمد، لأن ذلك العبد حمد الله جل وعلا على ما ابتلاه الله تبارك وتعالى به. بل إنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قابل رجلا من الأنصار ومع الأنصاري ابن له، فقال عليه الصلاة والسلام للأنصاري: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام فقد الرجل دهر، فقال: ما فعل صاحبكم؟ قالوا: يا رسول الله، مات ابنه. فلما لقيه عليه الصلاة والسلام قال: أما يسرك أنك لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك يأخذ بثوبك حتى يدخلك إياها؟ قالوا: يا رسول الله، من حرص الصحابة على الخير. قالوا: يا رسول الله، أله خاصة أم لنا كلنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل هي لكم كلكم، وهذا من رحمة الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. مما يكتب الله جل وعلا به الجنة ركعتي الوضوء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة وكلما دخلها في منام أو يقظة كما في المعراج ورآها سمع صوت نعلي بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه،
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا عن أرجى عمل عمله في الإسلام، قال: يا رسول الله، لا أعلم شيئا أكثر من أنني ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ما شاء الله لي أن أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم في رواية صحيحة: فهذه بهذه، أي هذا الجزاء حصلت عليه بهذا العمل. كما أن مما تبنى به قصور الجنة وبيوتها أن يحافظ المؤمن على السنن الرواتب. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة. فهذه أيها المؤمنون جم من الأعمال تعددت مشاربها وكثرت مناهلها، لأن الله جل وعلا لم يخلق العباد على نسق واحد. قال سبحانه: قد علم كل أناس مشربه. وقال جل وعلا: لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أهل الجنة أيها المؤمنون ليس في الجنة جوع ولا عطش، ومع ذلك يأكلون ويشربون، ولا يأكلون ليسدوا جوعا، ولا يشربون ليرووا ظمأ، وإنما نعيم متتابع وفضل من الله جل وعلا وإحسان. وليس في الجنة تكليف، قال الله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا الذكر من التسبيح والحمد يلهمونه إلهاما كما يلهم أحدنا النفس اليوم في حياته ما دام حيا. أهل الجنة أيها المؤمنون يتزاورون ويتذاكرون مجالسهم في الدنيا، جعلني الله وإياكم ممن يذكر هذا المجلس يوم القيامة. يتذاكرون مجالسهم في الدنيا كما بين أهل النار خصومة ومحاجة، فإن الله ذكر أهل النار وذكر خصومتهم ومحاجتهم، قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذتموهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار يكون بين أهل الجنة لقاءات وتزاور. قال الله جل وعلا عنهم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يتذكرون مجالسهم في الدنيا، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ومن كان له قرين في الدنيا يحاول أن يغويه من أهل الكفر أو الفسق ويضله، ثم يمن الله عليه بالثبات على الهداية، يتذكر وهو في الجنة ذلك القرين. قال الله جل وعلا: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم، أي من أهل الجنة: إنه كان لي قرين يقول: وإنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فيطلع ذلك المؤمن على أهل النار، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فيراه في سواء الجحيم. فلما يراه على تلك الحال يتذكر نعمة الله جل وعلا عليه من الثبات على الهداية. قال الله جل وعلا بعدها: لمثل هذا فليعمل العاملون. وما زلنا وإياكم في دار عمل، وما زالت أرواحنا في أجسادنا، وهذه بعض مما ذكره الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله من جنات النعيم. فنسأل الله الذي رزقنا الإسلام من غير أن نسأله أن لا يحرمنا الجنة وقد سألناه إياها. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يرد ولم يولد، لا تواريك أرض أرض ولا سماء سماء، ولا يخفى عليك جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، تعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن، لا يخفى عليك شيء من أعمالنا. نسألك اللهم أن تعيذنا من ذل الفضيحة يوم العرض عليك، اللهم أعذنا من ذل الفضيحة يوم العرض عليك. اللهم إن لنا ذنوبا سترتها علينا في الدنيا، فآدم اللهم سترها علينا يوم نلقاك، وآدم اللهم علينا عفوك ومغفرتك، وأدخلنا اللهم جناتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تم هذا العمل بأستوديو التميز. الإخراج
والهندسة الصوتية فايز الغامدي. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المدينة النبوية، طريق الدائر الثاني، هاتف رقم 8-2-71-1-0-8، فاكس رقم 81-54-61-9، صندوق بريد 69-64. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.